السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كما وعدناكم يكون عندنا حصة تلاوة وتجويد وفيها استنباط للمدود التي درسناها. الآن نفتح مع بعض صفحة 122، نقرأ إن شاء الله كم آية من كتاب الله عز وجل ونستنبط بإذن الله سبحانه وتعالى. راح أقرأ الآيات ثم بعد ذلك نستنبط بعض الأشياء التي درسناها من أحكام التجويد المتعلقة بالمدود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. طيب، هاي الآيات طبعا هذه راح إن شاء الله ندرس عليها ونقرأها إن شاء الله لآخر الصفحة، لآخر 182، لآخر آية رقم 82 في اللقاء يوم الخميس. هذا أولا. ثانيا، أنا قرأت أمامكم الآن، ما شفتوني لا عديت مدود ولا إشي، كلها جاءت معي. ليش؟ لأنه في ممارسة. الأمر كما قلنا ولقد يسرنا القرآن للذكر، الأمر سهل جدا. طيب، نرجع ونأخذ أربع أمثلة فقط، لا نريد أن نطيل. وإذ قال موسى، قال ما الطبيعي؟ وإذ قال موسى ما الطبيعي؟ قال موسى ما الطبيعي؟ يمد كم حركتين؟ وإذ قال موسى لقومه ما الطبيعي؟ طيب، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح. الآن عندنا مد لا أبرح، هذا مد جائز، مد جائز، لأنه حرف المد في كلمة اللي هو الألف والهمزة في كلمة أخرى، فيجوز فيه ثلاث أوجه: حركتين يمد حركتين، لا أبرح، أو أربعة لا أبرح، أو خمسة لا أبرح. هذا
مثال لمد المنفصل، المد الجائز المنفصل. حتى أبلغ، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ. الآن حتى أبلغ عندنا كذلك مد منفصل، حتى كلمة اللي هي إيش؟ الألف في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، فهذا منفصل كالسابق، يمد إما حركتين أو أربعة أو خمسة. حتى أبلغ، حتى أبلغ، حتى أبلغ. تمام، هي مثالين للمد الطبيعي، مثالين للمد المنفصل. طيب، قال لفتاه، السطر الرابع، قال لفتاه آتنا غداءنا. هذا مد متصل، كلمة واحدة، كلمة واحدة، غداءنا، الهمزة وحرف المد في كلمة واحدة. هذا واجب المد، لا يجوز فيه إلا إما أربع حركات أو خمس حركات فقط، واجب المد، لا يجوز نقرأها غداءنا، ما يجوز. قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا، قال لفتاه آتنا غداءنا، هذه خمس وقبل قليل أربع حركات. طيب، قال ستجدني، آية 69، هذا مثال. طبعا في أمثلة سابقة، في أمثلة كثيرة، لكن احنا نريد الآن على المتصل. أخذنا مثالين على الطبيعي ومثالين على المد المنفصل، والآن مثالين على المد المتصل. الآن عندنا، انظر إلى آية رقم 69، قال ستجدني إن شاء الله. طبعا لا، ليس المد الأول، إن شاء، شاء، نحن نريد شاء. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. شاء، هنا اجتمعت الهمزة وحرف المد في كلمة واحدة، فالمد اسمه منفصل، اسمه مد متصل، ويجوز فيه فقط أربع حركات أو خمس حركات فقط لا غير، لا يجوز فيه حركتين، مد حركتين. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. المدود كثيرة، لكن نحن نريد أن نركز على مدين طبيعيات، مدين منفصلات، مدين متصلات. الحصة القادمة إن شاء الله لكم سيكون فيها عندنا التلاوة نوعين، النوع الأول فيها استنباط واستخراج، استنبط من هذه الآيات التي تقرأها، الخمس آيات، خمس آيات كل طالب راح يقرأ، استنبط منها المد المتصل، مد طبيعي، مد منفصل. والجهة الأخرى من درس التلاوة، التلاوة، تقرأ القرآن، كيف قراءتك للقرآن، كيف أحكامك للقرآن، نتعلم شيئا فشيئا حتى تصبح إن شاء الله قارئا مجودا. اتفقنا؟ تمام، جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم.